المهم اذا اردت الاستفزاز في هذه الكلمه حاول جاي. هاي جايز، مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بخير. اليوم جئت لكم بفيديو جديد عبارات وجمل، فهيا لنبدا. إذا أول عبارة سوف نبدأ بها وهي تضن بك بالرميم. تضن بك بالرميم، هل يمكنني أن أتذوقه؟ تضن بك بالرميم، هل يمكنني أن أتذوقه؟ تضن بك بالرميم. يني بير إيفي تشندم، يني بير إيفي تشندم، انتقلت لبيت جديد. يني بير إيفي تشندم، انتقلت لبيت جديد. يني بير إيفي تشندم، انتقلت لبيت جديد. يني بير إيفي تشندم. إشلار نصل جديور، إشلار نصل جديور، كيف تسير الأشغال؟ إشلار نصل جديور، كيف تسير الأشغال؟ إشلا نصل جديو، هار شي يولوندا، كل شيء على ما يرام. هار شي يولوندا، كل شيء على ما يرام. هار شي يولوندا، كل شيء على ما يرام. هار شي يولوندا. باردون geçebilir miyim؟ باردون geçebilir miyim؟ عفوا، هل يمكنني أن أمر؟ باردون geçebilir miyim؟ عفوا، هل يمكنني المرور او هل يمكنني ان امر؟ باردون geçebilir miyim؟ geçebilir مثلا، باردون geçebilir miyim؟ تمام، görüşürüz، باي باي. nerede kalmıştık؟ nerede kalmıştık؟ اين بقينا؟ هذه عادة تقال في الحديث، فمثلا مثل ما قمت قبل قليل كنت أتحدث معكم، جاءني اتصال قمت بالإجابة، بعده نسيت في ماذا كنت أتكلم معكم، فقلت أين بقينا في الحديث؟ نارد كالمشتك، نارد أو نارد كالمشتك، أين بقينا؟ يعني في الحديث. نارد كالمشتك، كولاي جالسن، كولاي جالسن، عمل موفق. كولاي جالسن، عمل موفق. كولاي جالسن يعني تدعو للشخص الطرف الثاني ان يكون عمله موفقا ان شاء الله. كولاي جالسن، عمل موفق. كولاي جالسن. كيف يريند، كيف يريند، مزاجك بحالة جيدة. كيف يريند، مزاجك بحالة جيدة. كيف يريند؟ نريه جديورسون، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين تذهب؟ نريه جديورسون، إلى أين تذهب؟ نريه جديورسون. سو ألمانيا جديورم، شيء تقال عادة هكذا عند الأتراك، يعني عندما يأتي في لحظة شخص ويسألك فتقول له شيء، هي شيء 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 حسنا، شيء سؤال ما يقديرم، ذاهبة لإحضار الماء أو ذاهب لإحضار الماء. سؤال ما يقديرم، ذاهب لإحضار الماء. سؤال ما يقديرم، باندسان لقليرم، باندسان لقليرم، أنا أيضا قادم معك أو أنا أيضا قادمة معك. bende senle geliyorum، أنا أيضا قادم معك أو أنا أيضا قادمة معك. bende senle geliyorum، yürüyüşe çıkalım، yürüyüşe çıkalım، لنخرج للتمشي. yürüyüşe çıkalım، لنخرج للتمشي. yürüyüşe çıkalım. bunu
استني يا بطن، هل أنت من فعل هذا؟ بونو سمي يا بطن، هل أنت من فعل أو هل أنت من فعلتي؟ يعني حسب المؤنث أو المذكر، هل أنت من فعلت هذا؟ بونو سمي يا بطن، هل أنت من فعل هذا؟ واو بونو سمي يا بطن، çok güzel olmuş، أصبح جميلا جدا أو أصبح جميلا كثيرا، لا جميلا جدا أحسن. çok güzel olmuş، أصبح جميلا جدا. çok güzel olmuş. وبهذه العبارة نكون قد انتهينا من فيديو اليوم، أمل أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه، وأراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. دمتم بخير، إلى اللقاء.